وتقدير. والآن خلونا نرحب بالعائلة المستمرة معنا والفائزة باستمرارها بالأسبوع الماضي، عائلة السعد. رحبوا معي بالعضو الأول من عائلة السعد، رزان. يا مرحبا ويا وسهلا، هلا وغلا، كيف الحال؟ الحمد لله. ايش هذا اللي جايباه معاكي؟ اوريك. الله 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 الله، هذا يعني عشان تشجيع؟ أكيد. يلا ورينا. رازان 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 نجوم نجوم نجوم. الله عليك يا سلام. إيش اللي صار الأسبوع الماضي يا رزان؟ الله شف لكم والحمد لله نجيتوا. الحمد لله. ففزنا. أيوة. وصار بقاء 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 وبقينا. يا سلام. وإن شاء الله نفوز في هذه الحلقة. حلو. طيب إيش تقولي لجمهور فريق العائلات؟ لازم لازم الآن لما نبدأ في اللعبة. أيوة. الطلب لازم تصوروا تكونون عائلة السعد وتشجعونا بأقوى ما عندكم، يعني شجعونا شجعونا كثير مرة. حلو. يعني على طول كذا توجه الجمهور على الهاشتاج وشد حيلهم معكم. تمام. طيب حليفكم التوفيق. خلونا نرحب بالعضو الثاني من عائلة السعد، رحبوا معي بالبطلة الشامخة رنين. الله عليك يا رنين، 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 الله عليك يا رنين. هلا 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 هلا، هذا أربعة هذا. ايوه ما شاء الله، رنين بادئة بحماس وتحدي وإثارة في هذه الحلقة، واضح انك ما شاء الله تبارك الله حتكوني شادة حيلك يا رنين، صح الكلام ده؟ صح. طيب كيف بأعجوبة كذا سبحان الله نجيت الأسبوع الماضي؟ الحمد لله حظنا حلو، بقينا. بقيتوا؟ من سبة يزن اللي يقول يساري ساري ساري. ايوه، مين اللي اختار البيضة اللي كان فيها البقاء؟ يزن يزن. رزان قامت تقول من خير أوسطها من وش خير الأمور أوسطها، أنت معاها ترى ها؟ يلا شدوا حيلكم وحليفكم التوفيق. وإيش تقولي للجمهور؟ أقول لهم بالاتصالات يختارونا عائلة السعد. يا سلام تستاهلوا، ويعني ما شاء الله تبارك الله شكلهم شكلهم مرتبين. يعني واحدة تكلمت على الهاشتاج وقالت لازم يا جماعة تختاروا عائلة السعد، والآن رنيمة تكلمت على الاتصالات، يعني واضح إنهم مرتبين الأمور ومرتبينها. بيجينا واحد باقي أتوقع إنه بيجي جاي يعني ها أخوك كيفه تمام؟ يلا طيب يعطيكم العافية. خلونا نرحب بالعضو الثالث من عائلة السعد، المبدع المتألق القائد يزن. يزن 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 اخلط اخلط ايوه اخلط اخلط ايوه اخلط خلط ايوه اخلطهم خلط يا يزن اخلطهم خلط يا يزن اخلطهم خلط يا يزن اخلطهم خلط يا يزن ايوه. يا هلا بيزن، كيف حالك؟ الحمد لله. امورك تمام؟ مبسوط؟ ايه. كيف نجيت الاسبوع الماضي؟ هذا السؤال اللي سالته رنيم وسالته رزان. توقعت انه يسار، قلت مستحيل تكون وسط. انا شاك فيك انك انت شفت اللي جوا البيضه. والله ما شفت. الله عليك حركات يا يزن انت. ها شفته ولا ما شفته؟ لا ما شفت. اكيد اكيد. عين في عينك خش من خشمك. طيب يا يزن ايش بتسوي وايش توعد الجمهور في هذا الاسبوع؟ وقول للجمهور ايش توعدهم. اوعدكم ان من هنا. اوعدكم ان احنا بنفوز. مستحيل نختار البيضة، مستحيل. يعني اكيد نفوز اكيد بسبتكم بس. ايه اختاروني بالاتصالات والاشتاقات كل شيء. ترى الجمهور تمام يعني ان شاء الله يكون معاكم ان شاء الله، لكن النجوم جايبين واحد مره قوي. مين؟
اول مره كمان يظهر معانا في مجلس الاطفال. ايوه وجاي متحمس مره مسكين ومطفي لمباته مسكين يعني الله يستر مسكين مسكين بيخسر يعني بيخسر اكيد حلو يعني اول ظهور وبيخسر والله ما ظنيتي ما ظنيتي انا احس انه نهايه الاسبوع هذا في دموع حتنزل منه يلا نشوف ما علينا طيب تفضلوا اماكنكم الله يعطيكم الصحه والعافيه يا عائله السعد خلونا الان نرحب بقائد فريق النجوم